إنه كيان الأصوليين اليهود، لا يرون العالم إلا بالأبيض والأسود، وكأنهم مشدودون شداً إلى القرن الثامن عشر. يقيم أغلبهم في القدس. قبل الشروع في تحقيق صحفي، قررت زيارة معقلهم حي مياشياريم، حيث يعيش 15,000 من أكثرهم تشدداً. يجب الالتزام بقواعد صارمة قبل دخول الحي المنغلق على نفسه. أشير علي بأن أستعين بصحفية فرنسية إسرائيلية تعمل في مجلة تابعة لجماعة اليهود الأصولية. مرحبا، كيف الحال؟ هيا بنا نذهب. إن أردت حقاً التسلل إلى بيئة المتشددين فعليك تغيير مظهرك. قميصك يكشف أكثر مما يستر، وأما ارتداء الجينز فغير وارد أصلاً. قواعد الاحتشام أكثر تشدداً مع النساء. ما رأيك؟ الآن ممتاز، طول التنورة مناسب مع الجوارب. الجو حار، يجدر بنا العثور على قميص خفيف. أخف قليلاً. أكمام طويلة وقميصان لكي لا يصف اللباس شكل جسدي. أشعر بأنني غير محتشمة كما ينبغي. الآن مقبول، فهل يسعني التوجه حيثما شئت؟ في مدخل حي مياشياريم استقبلتنا لافتة كتب عليها يمنع دخول حي مياشياريم بلباس غير محتشم، أي التبان عند الرجال والتنورة التي تعلو فوق الركبة أو أي لباس يكشف أعلى الجسد عند النساء. أجواء مختلفة تماماً، لا أدري إن لاحظتم الأمر. تباين تام عندما شاهدناه على بعد 200 أو 300 متر من هنا، فلنقل إنها أقل تحضراً ورفاهية. دخلنا عالماً موصداً لا يعيش فيه سوى الأصوليين اليهود. هندامهم وممارساتهم الدينية ظهرت أول مرة في أوروبا في القرن الثامن عشر. هرباً من المذابح في بلدانهم الأوروبية الأصلية، لجأوا إلى فلسطين قبل نشوء إسرائيل بوقت طويل. لو أن لنا آلة نسافر بها عبر الزمن لرأينا أباءهم وأجدادهم وأسلافهم يرتدون النمط نفسه من الملابس قبل 200 سنة. تلك هي طريقة التشدد الديني اليهودي للحفاظ على خصائصه وأصالته. يعتبرون التشبه باليهود غير المتدينين نوعاً من الذوبان فيهم، ولذلك يصرون على تبني أسلوب اللباس العتيق نفسه في أيامنا هذه. رفضهم قاطع للحداثة. تحرم عليهم الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، أما تداول الأخبار فيتم عن طريق معلقات على الجدران. ما هذه المعلقات؟ هذا هنا هو نعي. هي جرائد إذن؟ أجل، هي جرائدهم، وسيلة للتواصل فيما بينهم وبث الإعلانات المبوبة وما إلى ذلك. اعتبرت كاميرتنا نوعاً من تجاوز المحظورات. هل من مشكلة؟ من غير الجائز التصوير في أحياء المتدينين. إن شئتم التصوير فاذهبوا إلى الأحياء العلمانية. لكننا نصور في الشارع. التصوير ممنوع حتى في الشارع وفي أحياء الأصوليين. كلمنا الرجل غاضاً بصره لأننا نساء. غادرا المكان فوراً وإلا أثرت عليكما الحي وأهله. أهذا ما تريدانه؟ لا، قطعاً لا. أخرجا من هنا وارجعا إلى وسط المدينة. ولكننا على قارعة الطريق. سرعان ما انضم إليه رجل غاضب آخر. شيعونا إلى مخرج الحي لمنعنا من التصوير. نحن في الخارج. قلت لكما أن تذهبا إلى الحي العلماني. ولكننا خرجنا بالفعل. سيكسرون كاميرتكم، حذاري.
لم يدم تطفلنا على حي ميا شياريم سوى ربع ساعة. لم يحدث أن صورت كاميرا معقل الأصوليين من اليهود.